يلا حاجة أعرف يعني نفسي كتير يعني. بص حضرتك، احنا جوه نايمين في وسط مع المايتين، واخد بالك؟ جوه نايمين قايمين على مايتين ومؤاخذة من شق في الجلدة، هنعمل أكتر من كده تاني؟ فدي مش عيشة يعني، لو يكرمونا يدونا شقة يمشونا من هنا، عشان كده حرام. مطالب حضرتك ايه؟ ايه؟ مطالب حضرتك ايه؟ مطالب عاوزين شقة، عايزين شقة تلمنا احنا أسرة كلنا كده. كم نفر احنا؟ كم واحد؟ احنا الراجل بتاعي وبنتي وجوز بنتي وعيلة، احنا كام؟ عيني وعزة اتنين وخالد أربعة، عندي ولدين، عندي ثلاث صبيان، خمسة ستة سبعة، وبنتي بجوزها يعني بص قد ايه؟ دخلك الحوش دلوقتي تسعة والعيال 10، قولي 10 من العيال. أوريك النومة اللي احنا بننامها يا ابني. شكرا. أنا هنا والدتي كان بقالها 50 سنة قاعدة هنا وتوفت وأنا قعدت بدلها، وبعدين عاوزين سكن، عندي ناس سكن. إيه تاني مشاكل السكن؟ مشاكلي هو قلة السكن، قلة المصاريف اللي عاملة، قلة المصاريف طبعا مفيش دخل، والمعاش بيعمل إيه؟ معاشي كام يا حاج؟ معاشي 300 جنيه و70 بتاع الشؤون بس. عندك ولاد؟ ها؟ عندك ولاد عايشين معاك؟ لا مش عايشين معايا. عايشة لوحدك هنا؟ نعم؟ عايشة لوحدك هنا؟ عايشة لوحدي، معايا ربنا، معايا الواد الكبير بياخد بخاخة، هو ومراته عايشين معايا. حاجة لا انت مش من كين، منطقة منطقة دلوقتي نقل في الدويقة، انما هنا ما نقلوش. ماما بقول لك ماسكين كام منطقة. شكلك ايه يا حاجة؟ مشاكلك ايه يا حاجة؟ مشاكل السكنة ومشاكل المصاريف، هذه المشاكل بتاعتي. شكرا حاجة. مشاكلك ايه يا حاجة؟ مشاكل قلة السكن وقلة الدخل، زي ما انت شايف اطفال عامل عملية مركب مسامير، مفيش سكن نظيف، مفيش حاجة نظيفة، حاجة كل حاجة زي ما انت شايف. هو عايشين طول عمرنا موجودين هنا وهنموت فيها وهنتدفن فيها، يعني مش عارفين نعمل اي حاجة. شكرا يا فندم.